أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية. وأكدت الوزارة أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق. إذن وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور حسين الرند، رئيس اللجنة الوطنية لأحكام اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات. مرحبا بك دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور، ما هي الإجراءات التي تم اتباعها بعد تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة، وهي هذه العائلة قادمة من مدينة ووهان الصينية؟ بعد تشخيص الحالة طبعا قامت وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لفحص المخالطين للحالة الرئيسية، وتم تشخيص 4 أفراد من العائلة، الزوجة والزوج والابن 9 سنوات وكذلك أم الزوجة، وتم إدخالهم إلى مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة واتخاذ الإجراءات الاحتياطية، وهم حالتهم مستقرة جدا ويخضعون للعناية الطبية. نعم دكتور، كلمة توجهها للجمهور للوقاية من الفيروس؟ أول شيء أنا أحب أطمن المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة أن الوضع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يدعي للقلق، وأن الأوضاع الصحية مستقرة، وأن المستشفيات والمراكز الصحية تعمل على مدار الساعة، وكذلك نظام التقصي الوبائي يعمل على مدار الساعة لاكتشاف أي حالات جديدة. نعم سعادة الدكتور حسين الرند، رئيس اللجنة الوطنية لأحكام اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات، شكرا لك.